16 يناير الصبح وصل وفد أمني واستخباراتي إسرائيلي إلى القاهرة والتقى باللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة المصري، وتم مناقشة خطة تأمين مشترك ما بين إسرائيل ومصر على طول الحدود المصرية مع غزة ومع إسرائيل، أراضي المحتلة وقطاع غزة بما فيها محور فيلادلفيا. نشر في التقارير الصحفية أن الجانبان مصر وإسرائيل هيشتغلوا مع بعض، والقاهرة الإخبارية ما طلعتش نفاته كالمعتاد زي ما بتعمل، والمخابرات ما تحركتش عشان تنفيه. يدعوت أحرنوت بتنشر مقال رأي لكاتب إسرائيلي بيقول إنه تم الاتفاق على خطة إسرائيلية مصرية لشن هجوم عسكري على محور فيلادلفيا من قبل إسرائيل اللي نتنياهو بيتكلم عنه بقاله أسبوع أو أسبوعين، واللي مصر بتنفيه على لسان القاهرة الإخبارية. مقال الرأي في يدعوت أحرنوت بيقول إنه الاتفاق تم وعبد الفتاح السيسي وافق وقال لإسرائيل ما عنديش مشكلة اعملوا العملية العسكرية في محور فيلادلفيا، بل الأكثر من كده السيسي قال لهم هعمل جدار كمان ومنطقة عزلة إضافية وهعمل كل اللي اتفقنا عليه في الجدار العازل من أجهزة مراقبة وتشديد الأمن والكلام ده على طول الحدود وعند محور فيلادلفيا كمان. بس عندي شرط واحد بس. إيه شرطك يا عبد الفتاح؟ لما تسيطروا على غزة في اليوم الثاني للحرب مفيش حماس، تجيبوا لي السلطة الفلسطينية هي اللي تدي. ظل اللي بيحصل ده بيطلع المتحدث العسكري يقول لك في عملية تانية على الحدود، في مهربين، احنا شايفين شغلنا، احنا قبضنا على كام وقتلنا كام. فاحنا هنا بنقول لإسرائيل ايه؟ احنا موجودين اهو، احنا شغالين في الاتفاق. لازم تقرا السياق على بعضه، لازم تشوف اللي بيحصل كله، ما ينفعش خبر خبر لوحده. حضرتك بقى هتقيم ده انه خيانه براحتك، هتقيمه انه عماله براحتك، هتقيمه انه تنسيق امني ما بين بلدين على الحدود لو اعتبرنا ان اسرائيل بلد مش احتلال براحتك، هتقيمه ان ده والله حفاظ على الامن القومي المصري انت حر، هتقيمه ان عبد الفتاح السيسي زيه زي بنيامين نتنياهو عايز يخلص من حماس ويجيب محمود عباس اللي هو اصلا منسق امنيا مع اسرائيل اللي بتديله على دماغه في الضفه اللي انت عايزه.